طيب انا عايز اوديكوا حاجه كده للنائب ايضا ضياء الدين داوود، والحقيقه ده هو ده رايه الشخصي. خدوا بالكم ان النواب لهم رؤيه مختلفه وله الحق ان يطرح هذه الرؤيه تحت قبه مجلس النواب. حوريكوا جزء من اللي قاله النائب ضياء داوود ونرجع تاني. حوالين منح قروض 10 مليار رايحين، ناس هتحط ودايع، ناس مش هتسحب ودايع. لابد ان نفصل ما بين ما هو مستحق اقتصاديا، لان مصر برضه مش دوله صغيره ولا احنا بنستجدي احد. ان مصر كمان الاقتصادي هو مسؤوليه العالم ومسؤوليه الشركاء الاقليميين. انا حايش عنكم كتير، مصر حايشه عن اوروبا وعن شركائها الاقليميين كتير. نحن لا نستجدي احد ولا بنطلب عطايا من احد، ده فرض عين على الجميع من حقوق ما كانوا ليستطيعوا ان يحصلوها لولا ان هناك دولة كبيرة تسمى مصر في هذه المنطقة.